والله يا أخوي رحت للمحكمة وقدمت عليهم حتى أطلعهم ما قدرت. راح أراويك المشكلة شلون كبيرة. طبعا رجعت الأوضاع على ما هي. إنزين تعال أراويكم وين أجرنا لهم. تعالوا وياي. وين طلعنا؟ أجرنا لهم بالقراج. قاعدين هنا شغلنا الهيت أوكي وقاعدين بالقراج. خلينا نشوف بالله هسه ماكو عركة. شغلنا الهيت لهم قاعد يلعبون هنا. شنو هاي مال بايسيكل هاي؟ يلا قاعدوا. طبعا هسه يقولون ليش ما قعدتوا بالبيسمنت؟ لان البيسمنت الاولاد قاعد يدرسون. زين امهم وياهم قاعد تدرسهم. انا ويا من ولتي ويا الشباب هنا. حاولت اسكتهم ما سكتوا. جبتهم هنا. شوف هنا قاعد يلعب. لوك عضلتك لا دير بالك تشارج. دير بالكم لا تطيح على رجلك إيلاني. أرسلان وإيلان شفتوا صوتنا وين وصل؟ للدنمارك. يقولون شبيكم قاعد تتعاركون من الصبح وصيحون ليش؟